موجز اليوم الأنباء، أهلا بكم. تمكنت قوات الجيش الليبي ظهر يوم السبت من الوصول إلى معسكر اليرموك بمحور الخل الفرجان جنوب العاصمة طرابلس. وبحسب مصادر عسكرية فإن قوات الجيش غنمت العديد من الآليات، كما استمرت في التقدم بعد السيطرة على المعسكر لملاحقة فلول الميليشيات الهاربة. أكد الناطق باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد الملك المدني للتناصح السبت أن قوات الجيش بسطت سيطرتها الكاملة على الاستراحة الحمراء بمحور عين زارة. وأوضح المدني أن المحور شهد انهيارا كاملا للميليشيات الإرهابية التي كانت تسيطر على الاستراحة منذ أكثر من عام. وأضاف أن قوات الجيش غنمت العديد من الذخائر والأسلحة التابعة للميليشيات خلال عمليات التمشيط بالمنطقة. هذا وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عددا من الملفات والقضايا بالمنطقة، على رأسها الملف الليبي. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما وفق ما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، حيث أوضح البيان أن الرئيسين بحثا التطورات في ليبيا وسوريا إلى جانب أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. وأضاف البيان أن أردوغان وترامب اتفقا على مواصلة التعاون السياسي والعسكري لإحلال السلام والاستقرار للمنطقة. هذا وأكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد لورلاند على أهمية إنهاء تدفق الأسلحة والمرتزقة الروسي إلى ليبيا. نورلاند في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج السبت رحب بمساهمات حكومة الوفاق في دحر الإرهاب وتحقيق السلام، مؤكدا على ضرورة إنهاء هجوم مجرم الحرب حفتر على العاصمة، ومشيرا لعزمه للسفر إلى ليبيا فور أن تسمح الظروف بذلك. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض السبت عن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا عائدة من السفر. وأوضح المركز أنه استلم عدد 152 عينة، منها 116 عينة بالمختبر المرجعي بطرابلس، وعدد 11 عينة بفرع المركز بمدينة مصراتة، بينما تسلم مختبر المركز بنغازي الطبي عدد 20 عينة، وبمستشفى الكويفية 5 عينات. فيما أوضح المركز أن كل العينات سالبة باستثناء العينات التي تم تسجيل إيجابيتها، موضحا أنه من ضمن الحالات السالبة كانت حالة مصابة سابقا لكنها تماثلت للشفاء. بهذا الخبر انتهى الموجز، إلى اللقاء.